روح الأمة صانعها رجل خلف اليرث من الباني فكان الخليفة، ومفكرها رائد استلهم الفكر من السعيد فكان الراشد. بهما صنعت الأمة تاريخها وجمعت من يعيش على ترابها على الحب، وبهما زرعنا بذرة الانتماء التي أصبحنا نجني ثمارها ونتذوق حلو شهدها. وقف لك الزمن بعقاربه إجلالا، وساد لك صمت المكان تعظيما، وانحنت لك الرؤوس عرفانا، ولم لا؟ فاللحظة هي الموعد مع الالتفافة وصانع فكرها، التفافة شعب حول قيادة، والتفافة بشر جمعتهم ألفة مكان حول وطن. فذابت الفوارق والفواصل وتشابكت الأيادي لمبايعة فرحة مسرحها الساحات والملاعب والصالات، ولاعب أدوارها بشر كسروا حواجز الأعمار والأجناس ليسجلوا حضورا لمعنى الانتماء. شكرا خليفة، يا من جعلت من شعبك ومن يجاوره محصنا باسم الله، فزرعت في الدماء بذرة الانتماء وكنت الراوي لجذورها، فإذا بالبذرة تطرح ثمار المستحيل في بستان الأمل ليقف العالم مجدوها بشهد مذاقها. شكرا لقيادة جمعت بين أجناس وأعراق فامتزجت لغاتها وأعرافها لتشدو على وتر حب بسمفونية عنوانها البيت متوحد.